مرحبا بكم في تحدي الرسم. ستذهب نافورة الشوكولاتة إلى الشخص الذي يرسمها بشكل أفضل. نحن نتفق تماما. بما أن الجميع يتفقون فقد حان وقت البدء، لكن ضعوا في اعتباركم يجب أن ترسموا بدون أيدي، هذه قاعدة إلزامية. إذا كان كل شيء واضح فإذن لديكم دقيقة، انطلقوا. أنا متأكدة بالفعل من أن النصر سيكون في جيبي. لماذا أتنافس مع هؤلاء غير الكفؤين؟ انظروا من يتكلم. شيء ما يخبرني أنني سأحصل على نافورة الشوكولاتة. أمر رائع أن أرسم. كلا هي ملكي. صحيح، حتى الآن لا يعجبني ما اتضح. ربما أحتاج إلى بعض التكنيك. أعتقد أنه سيكون أكثر ملائمة الرسم بقلم الفلوماستر. بالضبط، قلم الفلوماستر. أريد أيضاً أن أرسم به. نعم، لا يمكنك حتى فتح القلم. ليس مضحكاً. ماذا علي أن أفعل؟ على وعلى ذلك لدى الآخرين رسومات رائعة. لا بأس، إذا لم أتمكن من الرسم بشكل جيد فأنا بحاجة إلى إفساد روائعهم. الريشة ستساعدني. ماذا فعلتي؟ بسببك خرب الرسم كله. حظا سيء. لماذا تضحكي؟ يمكنني أن أفسد خاصتك أيضا، وأيضا أستطيع إفساد الرسم الخاص بك. لتعرفي كيف تضحكي على سامانثا؟ لا، هذا يكفي. لماذا أنت سعيدة يا تشيلسي؟ سوف أفسد رسومك. لا، من فضلك. يا فتيات، انتهى وقتكم، اعرضوا رسومكم. أخيرا. اللعنة، لم يكن لدي الوقت لإفساد رسم تشيلسي. لنرى ما تمكنتم منه. ماري، ما هذا؟ إنها لا تشبه النافورة وكأنها لطخة. سامانثا، رسمك ليس جيدا أيضا، لماذا لم تحاولي بجد؟ ما رأيك برسمي؟ حسنا، إنه أفضل من الآخرين، لكنني رأيت أجمل. نظرا لأن الآخرين ما زالوا أسوأ، تفوز تشيلسي اليوم. هاي، بذلت قصارى جهدي، أستحق الجائزة. هل تعتقدي أنك وحدك تستطيعين شرب الشوكولاتة؟ أنت مخطئة، يمكننا ذلك أيضا. لدينا قشة خصيصا لهذا الغرض. كم هو لذيذ. مهلا، أين الشوكولاتة؟ أنت صديقتنا لذلك شاركت معنا. لصوص. هل أنتم جاهزون للجولة القادمة؟ هذه المرة ستكون جائزتكم أكثر روعة. انظروا إلى هذا الكلب اللطيف. لطيف جدا. لقد أكل كثيرا وذهب إلى المرحاض، وستكون جائزتكم هذا الغائط اللطيف. من يرسم بشكل أفضل يحصل عليه. حظا سعيدا، لقد بدأ الوقت. لا أريد غائط، أحتاج فقط إلى رسم شيء ما، ولكن ليس غائط. علي أن أفعل أسوأ رسم في حياتي. بالضبط، لا يوجد أسوأ من الرسم بقدمي. أعتذر عن الرائحة. ما هذا؟ هل بدأت الحرب الكيميائية؟ من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ إنها فقط رجلي الصغيرة. سوف يرسم الجميع بالتأكيد شيئاً رائعاً، وسأقوم فقط بتلطيخ الورقة بقلم فلوماستر. لن يكتشفوني بهذه الطريقة. ليس علي الحصول على قطعة من القرف. اللعنة، لقد فقدت قلمي البني. أنا بحاجة إلى بديل. كل شيء يسقط من يدي، علي أن أكون أكثر حذراً. أتساءل ماذا رسم الآخرين؟ لقد وصل الوقت إلى نهايته، أظهروا رسومكم. انتهى الوقت. هاي، أنا جاهزة لعرض رسومي. تشيلسي، كنت أتوقع منك المزيد. واو، سامانثا، أنت ذكية، لديك رسم رائع. ماري، لماذا تنامين؟ أنا لست نائمة، هذا هو الرسم الخاص بي. أوه، هذا حقا غائط حقيقي. إذن أنت من سيحصل على الجائزة، فلنهنئ ماري. بوراس، حماقة. حسب القواعد عليك أن تأكليه. نعم، لكن ماذا لو كان مجرد شوكولاتة؟
إنها تأكل قطعة براز حقيقية. أنت نفسك المقرفة، هذه عجينة شوكولاتة معتادة، أتريد أن تجربي؟ يا فتيات، هل أنتم مستعدون للمعركة القادمة؟ هذه المرة سوف تتقاتلون من أجل هذه الهرة اللطيفة. كم هي صغيرة ورقيقة جدا، إذا قمتم برسمها بشكل رائع فهي لكم. هذه المرة سوف تحتاجون إلى الرسم باستخدام الطباشير الملون على وجهكم. لا يسعني إلا أن أتمنى لكم الحظ، لقد بدأ الوقت. في الواقع لماذا أرسم شيئا على الورق إذا كنت أشبه كثيرا بقطة لطيفة؟ أحتاج فقط إلى إضافة بعض التفاصيل على الوجه. لقد انتهيت. أنا أيضا أبدو مثل القطة. مياو. سأضع بعض الألوان. يمكنكم أن تعانوا بقدر ما تشاءون، لكنني الوحيدة التي أفكر في الحصول على مرآة. بدونها بالتأكيد لن أرسم أي شيء عادي. على وعلى ذلك فإن المرآة ليست ضد القواعد. النصر بالتأكيد في جيبي. لا تستطيع تشيلسي الرسم على الإطلاق. وميري، واو رائع. استخدام المرآة مخالف للقواعد، ألا تخجلين؟ انظري إلى تشيلسي، هل تري هذه الوقاحة؟ نعم، ليس هذا. علينا أن نعلم ميري درسا. دعينا نغسل مكياجها. ميري، هل أنت مستعدة للاستحمام؟ خذي هذا. لا، ماذا فعلتي؟ لم يعد بإمكاني الحصول على القطة كهدية. بالضبط، إذا كانت سامانثا رائعة أيضا فلن أحصل على القطة. أنا بحاجة لإفساد مكياجها. سامانثا، ألوانك ملطخة. أين؟ أخبريني، سأصلحها. من الأفضل أن أساعدك، الأمر ليس صعبا لي. الآن هذا رائع، شكرا جزيلا. يا فتيات، أظهروا وجوهكم، دعونا نرى رسومكم. ماري، لم تحاولي حتى. لا يمكننا عرض ذلك للقط، مرعب. سامانثا، هل رأيت من قبل كيف تبدو القطة؟ ما علاقة القرصان به؟ قرصان؟ أي قرصان؟ تشيلسي، لقد علمتك درسا، لكن المضيف الآن سيقدر مكياجي. أجل، علينا التخلي عن الفوز لتشيلسي هذه المرة، لأن الباقي أسوأ بكثير. هاي، الآن هذه الصغيرة لي. يبدو أن حساسية القطط قد عادت. القطة بأيد أمينة معي ومع ميري. لا، إنه ملكي. هل رأيت نفسك من قبل؟ عالجي نفسك أولا وبعد ذلك سنعطيك القطة. نظرا لأن الجائزة الأخيرة كانت رائعة جدا، فقد لا تعجبكم هذه الجائزة. ستقاتلون من أجل السمكة. على وعلى ذلك هذه المرة سوف تضطرون إلى الرسم بصلصات مختلفة. سيكون الأمر أصعب، لكن يمكنكم التعامل معه. لقد بدأ الوقت. بالتأكيد كل شيء سيكون رائعا. الرسم بالصلصات ليس ممتعا فحسب، بل لذيذا أيضا. ماذا تفعلي؟ اترك القمامة معك. أنا آسفة، لم أقصد ذلك. حسنا، أنا لست مستاءة. يجب أن يكون من الممتع أن أرسم بالصلصات. هم مشرقون جدا، تبدو رائعة حقا. اتضح أن الكاتشب ليس لونا سيئا. أعتقد أن صلصة الجبن مشرقة جدا أيضا. سأتمكن من عمل رسم رائع به أيضا. انتهت بسرعة، لكن لا يهم، تبدو جدا مشرقة وجميلة، لذلك فإن أي صلصة ستساعدني في الرسم. واو، لم أكن أعتقد أبدا أن الرسم بالصلصات أمر مثير للغاية. اللعنة، الجميع يرسم بشكل رائع جدا. أنا بحاجة إلى الإسراع أيضا. أنا أيضا أريد رسم جميل. حسنا، رائحة الصلصات جيدة حقا. من المحتمل أن يكون مذاقهم جيدا أيضا. كم هو لذيذ. لماذا أرسم إذا كانت الصلصات نفسها رائعة جدا؟
حقا تبدين غريبة جدا. إنه رائع ولذيذ جدا. أوافقك إنه الأكثر روعة. أوه صناديق غبية. اللعنة لقد خربت رسومي بالكامل. كيف يمكن؟ قمامة غبية. اللعنة لقد أكلت كل الصلصات. ليس لدي أي شيء لأرسم به على الإطلاق. لكن لا مشكلة، يمكنني فقط سرقة الرسم من سمافة. لقد حان الوقت، أظهروا رسومكم. حسناً، الآن سأخذ رسماً جيداً لنفسي. يا ماري، من الواضح أن اليوم ليس يومك. الرسم، لكنني أحب تشيلسي أكثر. أحسنتي سماثة، ماذا فعلت؟ هل ظننت إذا جلست ولم تفعل شيء فلن تحصلين على السمك؟ ليس كذلك. تهانينا سماثة، من ستحصل على الأسماك؟ أوبس. كل هذا بسبب تشيلسي. لن أكل الكثير من الأسماك النيئة. فكرة، لماذا أكل السمك النيئ إذا كان بإمكاني طهيه؟ هذه فكرة عظيمة. ليس من أجلي لا شيء، أحمل الموقد دائما بجواري. أوه تشيلسي، أنا آسفة، يبدو أن النار قد أصابتك. نعم، وهذا يليق بك. بمساعدة الموقد يمكننا تحويل السمك القبيحة إلى طعام شهي، ومن السهل جدا القيام بذلك. هذا كل شيء، تمنوا لي شهية طيبة. سيارة سوداء. ما هذا؟ بماذا تفكر يا فيتا؟ هل ستزيني السيارة؟ سأصنع أنعم سيارة وأقصى لون وردي في العالم. كلها وردية؟ حتى الأبواب، سأغلق كل زاوية. جميل، الآن لدي السيارة المثالية، لا أحد لديه مثلها. حسناً، أليست رائعة؟ أحسدني، لدي هذه السيارة الرائعة. واو، إذن سأريك فكرة. أنا بالتأكيد بحاجة إلى هذه الأدوات. طلبك جاهز. أنت سريع جداً، شكراً لك. يا له من صندوق كبير. علبة طلاء سوداء، بالضبط ما هو مطلوب. الآن سأري هذه الفتاة ما تعنيه السيارة الرائعة. 3 2 1، جاهز ومثالي. اللمسة الأخيرة، هذه أفضل سيارة في حياتي. عمل عظيم. ماذا لدينا بعد؟ يجب وضع هذه المسامير. دعونا نضيف الغراء، وعلى القمة نضع هذه. الآن هي تبدو رائعة، مثالية. ماذا يبدو لي؟ أها، يا لها من أخبار رائعة. أنا فقط لن أستسلم. مزينة من الخارج، وأنا بحاجة لإطفاء الجمال إلى داخل السيارة. الكراسي الناعمة هي ما أحب. والآن سأضيف بعض التفاصيل، لذا سأغطي عجلة القيادة باللون الوردي المثالي. هكذا، كم هو الناعم. ويجب إضافة المزيد من النعومة. هكذا، جاهز. لدي الآن أفضل سيارة، خاصة مع هذه المكعبات. وليس بدونك يا صديقي، ساحر. وسنضيف بعض الأضواء. سأضيف شريط ليد هنا، سوف يتوهج بشكل جميل جدا. نتيجة ممتازة، أحسنت عملا. خيال أليكس لا يكفي لإلحاق الهزيمة بي. ما هذا؟ لقد جعلت كل شيء في الداخل ورديا أيضا. كيف ذلك؟ حسنا، لدي هذه السلسلة. ستكون عجلة القيادة الخاصة بي أكثر روعة، لأنها ستكون من الحديد وليس من النعومة. يبقى الانتظار حتى يجف الغراء، مثالي. والآن الجمجمة ستبدو رائعة وخطيرة، أخبرتكم. وجمجمة أكبر هنا، روعة. ماذا يوجد هناك أيضا؟ بعض الحلي، رائع. بالضبط، المزيد من التفاصيل.
الآن تبدو عجلة القيادة الخاصة بي مخيفة. سيارتي هي الأفضل الآن. لم يكن عليك التجريب حتى. دعونا نرى ماذا سيأتي مع فيتا. كما رأى. ما هذا؟ أليكس ينسخ أفكاري مرة أخرى. هل قام بتزيين سيارة بالجماجم؟ هل أنت غيورة؟ هناك متسع للجميع في سيارتي، حتى كلبي العزيز. ولد جيد. حسناً. انظري، هذه سيارتي، وهنا سوف تنامين. يا له من كابوس. طفلي لن يكون قادراً على النوم هنا. سأطلب لها سريراً نائماً. سريع جداً. لقد ساعدتني كثيراً. الآن سأفعل كل شيء. سريرك سيكون أكثر راحة. هكذا. فقط انظري كم هو جميل. مثالي. دعنا نذهب للتحقق منه. حسناً، كيف؟ أتحبيه؟ استريح هنا. أرى أنه يعجبك. يا لها من سيارة مدهشة لدي. حان الوقت لالتقاط صور سيلفي رائعة في سيارتي الرائعة. يا لها من جمال. سيعرفون كيف يتركون أغراضهم دون مراقبة. ما المثير للاهتمام هنا؟ يا لك من حارس. أعذرني. هيا تعال بسرعة. أتساءل ماذا يوجد هناك؟ لا، إنه كلب. كلب مخيف وضخم. يا له من كابوس. هيا لنركض أسرع. ما هذا الصوت؟ كلبي. ماذا يحدث هناك؟ أتمنى أنه لا شيء سيء. لا، حقيبتي. أين اختفت؟ حقيبة. ولدا جيد. فيتا، يبدو أن هذا لك. حقيبتي، شكرا لك. أهلا وسهلا. أنت عليك حراسة أشيائي. آمل ألا يأتي اللصوص بعد الآن. يا لها من لعبة رائعة. من المستحيل التوقف. البطارية انتهت. ماذا سأفعل الآن؟ فكرة. أفضل لعبة على الهاتف يمكن أن تلعب على وحدة التحكم. لدي حتى مكان مناسب لها. يبقى إضافة جهاز التلفزيون. مناسب تماما. وها هي البلاي ستيشن. سأضع كل شيء هنا. ماذا لدينا هنا أيضا؟ مثالي لوقت الاسترخاء. سأضعهم هنا ويمكنني اللعب. لننطلق. واو، ما هذا؟ مرحبا يا أخي. مرحبا. انضموا إلي. واو، كم هذا ممتع. يعجبني. كم أنا جميلة. ماذا يحدث هناك؟ هل يلعبون الألعاب ويستمتعون؟ من دوني؟ نعم، سأريكم كيف تستمتعون. سأضع هذا الصندوق هنا وأفتح صندوق السيارة. هذه أشياء الحفلة. مثالية. مكبر الصوت هنا والثاني قريب منه. هكذا يبدو رائع. وما هي الحفلة بدون كرة الديسكو؟ فقط مذهل. كلما زاد عدد الأضواء كان ذلك أفضل. سأعلق إكليلاً من الأضواء هنا. رائع. والآن حفلتي جاهزة. مثالي. الموسيقى تشغيل. انظروا كم أنا مستمتعة. أسرع وانضموا إلي. ما هذا؟ لنذهب إلى هناك. نحن معكم. وماذا عني؟ لقد أرسل أصدقائي. دعونا نمرح معا. ذلك خطأي. أحتاج إلى تصليح الوضع. أليكس، دعنا نذهب ونستمتع معا. كم هذا لطيف، لكن لدي اقتراح آخر. حسنا، لكن احترس، أنا لا أكثر. سأريك كيف ألعب. هذا ممتع. شكرا لك. من دواعي سروري. مرحبا بالجميع. يا له من آيس كريم ولذلك أيضا. من هناك؟ مرحبا أيتها الجميلة. كيف حالك؟ يا له
من وسيم. ماذا بك تجمدتي؟ رائع، أعتقد أنني سأتناول الآيس كريم. هاي، ألا تشعر بالخجل؟ إنه ملكي. رائع، الآيس كريم لي الآن. مذهل، لذلك من السيء أن تسرق ممتلكات الآخرين. سيء لكن لذيذ. من فعل ذلك؟ حسناً، لا مشكلة، سأعلمكم جميعاً درساً. فقط حاولوا سرقة شيء آخر. يقترح معرفة ما بالداخل. موافقة؟ هل هذا كل شيء؟ بسكويت واحدة لثلاثتنا؟ لا يكفي، ماذا سنفعل؟ أعتقد أنني أعلم، حان الوقت لتوزيع البطاقات. لن أتذوق البسكويت. هذا سيء، ما لم أفعل ذلك بسرعة. لا، لا تلمس بسكويتتي. الآن أنا سأسحب البطاقة. هاي، يمكنني أن أقدمها. حسناً، هذا يعني أنني يجب أن ألعقها. أردت أكلها. ها، فقط حلفني الحظ اليوم. على الرغم لدي فكرة. سماثة، هل يمكنني أن أكون الأولى؟ هيا، لكن لا يمكنك الأكل. قد لا أكل، لكنني سوف ألعق ألذ حشوة بيضاء. ماذا؟ لم تتركي لي شيء. لا تقلقي، أعددت لك بعض اللعب خصيصا لك. هنا، خذي، شهية طيبة. بالمناسبة، لدي لعب جيد جدا. يا له من كابوس، هذا مقرف. مقزز، مقزز، وكأن كلبي العقني من فمي. أهلا، وماذا أفعل به؟ مقرف. هل وقت الفتح؟ دوري هذه المرة، دعنا نرى ماذا هناك. يبدو وكأنه صبار. ربما ستكون شوكولاتة بحجم التأكد. مؤلم، إنه حقيقي. مهلا. ما له من رعب، إنها إبرة. أعرف كيف يمكنني مساعدتك. لدي لصاقة هنا، هذا ما نحتاجه. شكرا لك جاك، أنت رجل حقيقي. يبدو أن الوقت قد حان للبطاقات. كلا. هاي، لقد فزت، لن ألمسه. لابد لي من لعقه. وأنا قد فظيع. نعم، لقد لديك، وخاصة أنك الأولى. أنا؟ لماذا؟ أنت أولا. لا، أنت. يتشاجرون مثل الصغار. هذا لك. لا لك. هذا يكفي. ربما حل المشكلة أسهل بلعبة حجرة ورقة مقص. أوكي، إنها فكرة جيدة. حجرة ورقة مقص. هاي، لقد فزت. خذ جاك، أنت أول من يلعب. بصراحة سهل. كم هذا مؤلم. جاك المسكين. هاي، إنها مجرد خدعة. في الحقيقة اللسان ليس حقيقيا. نكتة غبية، الآن عليك أن تلعق صبار بشكل حقيقي. حسنا، سأحاول، لكن لماذا المخاطرة؟ لدي فكرة عن كيفية جعل الصبار غير مؤذي تماما. بالتأكيد لن يكون شائكا. مهلا، احذر. ومع ذلك كانوا يطير في اتجاهنا. أنا كل في الدبابيس والأبر. جاك، انظر أين تحلق. لا تتذمروا، الآن يمكنني لعق الصبار بأمان. ويمكنك أن تقدميه يا أمبر. أعطيني، سوف أجرب. الأبر ما زالت علي. مقرف، حتى الصبار المحلوق طعمه مقرف. مقزز. لماذا علي؟ لماذا أنا؟ إنها أمبر. ماذا؟ هناك رائحة؟ يبدو أن هناك رائحة تنبعث من الغطاء. نحن بحاجة لمعرفة ماذا يوجد. أوكي. هذا ما كنت أخاف منه، إنها سمكة. مقرف. السمك مثير للإشمئزاز. لنفتح البطاقات. اللعنة، علي أن ألعقها. هاي، أنا لن أفعل شيء، من حسن حظي. ما كان ذلك؟ لا يهم. أوكي.
اتضح أنني يجب أن أخدمها. لا 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 أوافق. نعم عليك ذلك. حسناً فليكن، سأكون الأول. الأمر أصعب مما كنت أعتقد. أنا خائف. لكن يجب علي أن أستطيع. دقيقة واحدة. لن ننتظرك، هنا سوف أساعدك. نفس الشيء لكن حقا أسرع. مقرف مقزز وغيد. كيف تجرؤين؟ سوف أساعدك أيضا. هنا خذي كل أسماكك. أخضمي. ماذا فعلت؟ لم أكن مستعدة. سأمرض. مقرف يا لها من رائحة كريهة. لكن هذا ليس كل شيء، لا يزال لديك نصف السمكة. اتركني وحدي. هذا مؤلم، لماذا فعلت ذلك؟ حسنا لنفتح. دعونا ننطلق. واو يا لها من كعكة ضخمة. أنا بالفعل أريد أن أكلها. لكن لا يزال الوقت مبكرا. البطاقات أولا. هم بالفعل جاهزون لنوزعهم. رائع، أستطيع أن ألعق كل شيء. هاي سوف أكل. حسناً لا يمكنني فعل أي شيء. يجب أن أعاني دائماً. سوف أتذوقها أيضاً. لذيذ، كنت لأكلها إلى الأبد. أبعدي يديك، هذه ليست كعكتك على الإطلاق. لن تشارك. ليست كافية لي. ربما يكفي. في الواقع هذه كعكتي أيضا. لذيذ جدا. يكفي، المشاركة ضرورية. ماذا تفعلين؟ كريمة على أنفي. مذهل. كنت على حق، الكعكة فقط رائعة. هاي سامانثا، هل يمكنك مشاركتنا أيضا؟ ماذا؟ لا، هذه كعكتي. إذا خذي هذا. ماذا فعلت؟ حسنا، هذا كل شيء. سترى، لا يجب أن تكون معي هكذا. أهلا. لم تصيبيني. ما هذا؟ في رأيي حتى أنه يناسبك. أتساءل ماذا بالداخل؟ يبدو لا طعم جيد له. هذا فقط فظيع، يا له من مقرف. حسناً أنا سأكل أيضاً. هاي أنا سعيدة الحال. لن يكون اللعق بهذه الصعوبة إذا قمت بتسكير أنفي. هذا ليس مخيفاً. وإذا قمت بإزالة مشبك الغسيل. هذا كل شيء. مقرف، مرعب. أعيدي. جاك أنت الآن. لا لا أستطيع أكل هذا، مقزز. لكن لابد لك. لماذا أنا غير محظوظ؟ كيف ذلك؟ لا طعم له. أخيرا الهواء النقي. نعم. لا تفرح مبكرا، شيء ما ليس جيد بالنسبة لي. لا، تلك الرائحة الكريهة مرة أخرى. ساعدوني، أنا أسقط، انقذوني. أوبس، هذا ليس خطأي. لنرى معا. رائع، هوبا بوبا. نعم فعلا، يبقى فقط توزيع البطاقات. ماذا لدي؟ حسناً لا أستطيع حتى أن أكل. ويمكنني أنا أكل العلكة. كم هذا جميل. حسناً لعق. علي أن ألعق العلكة. هنا أمسكي، ستكوني الأولى. رائع، أتمنى أن تكون لذيذة جداً حتى على اللسان.
على الرغم، لماذا نضيع الوقت على التفاهات؟ يمكنني أن ألعقها كلها. وات؟ بالتأكيد سيكون طعمها أفضل. أنت تفسدينها، ربما هذا يكفي بالفعل. أعطني إياها. حسناً، الآن لعبك يأسل على كل شيء، لكنها كانت لذيذة للغاية. لا، لن أكلها، هذا مقزز. مهلاً، وماذا علينا فعل؟